فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني من دلائل الإجماع بعد ما ذكر كتاب عمر رضي الله عنه أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة. سبق أن الشيخ رحمه الله ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم التشبه، ثم ذكر الإجماع من وجه الأول، وقال الإجماع من وجوه. الوجه الأول فعل عمر وخلفاء وأمراؤه ومن جاء بعدهم من المسلمين، وهذا انتهينا منه. قال الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة وانتشرت ولم ينكرها منكر، ثم ذكر مثالا. نعم، الوجه الثاني بعد الوجه الأول الذي هو فعل عمر رضي الله عنه ما فعله الصحابة، أفراد الصحابة الذين ليس لهم ولاية، وإنما فعلوا هذا بموجب دينهم وما يمليه عليهم دينهم من مخالفة الكفار، واشتهر هذا عنهم ولم ينكر. نعم، فكان نوعا من الإجماع. نعم. قال: فعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت، فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول. وقال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه. قال رحمه الله: فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. نعم، كذلك من عمل الصحابة ما فعله أبو بكر، ولعل هذا قبل أن يلي الخلافة أو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل على امرأة من أحمس، وهي قبيلة من قبائل العرب يقال لها الأحمس وينسب إليها الأحمسي، وهي صامتة لا تتكلم، فقال: ما شأنها؟ قالوا: إنها حاجة، يعني كأنها تظن أن الحاج لا يتكلم. فنهاها رضي الله عنه عن ذلك، وقال: إن هذا من دين الجاهلية، هم الذين كانوا يتخذون هذه الأمور الصمت يتخذونه عبادة، يتخذون كما يأتي المكاء والتصدية عبادة، فالجاهلية تتخذ أشياء على أنها عبادة وهي من شرع الشيطان وليست من شرع الرحمن، فمنها الصمت، فإن الله لم يأمرنا بالصمت في الحج، بل أمرنا بالذكر: اذكروا الله كثيرا، واذكروا الله في أيام معدودات، ويذكروا الله في أيام معلومات. فليس من شعائر الحج الصمت إلا عند أهل الجاهلية، لذلك نهاها، لأن هذا من إحياء سنة الجاهلية التي أمرنا بالابتعاد عنها. ثم إنها سألت: من هو هذا الرجل؟ إلى أن انتهى الأمر، إلى أن أخبرها أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقالت: وما بقاؤنا على هذا الأمر، يعني على الإسلام، إلى متى يبقى الإسلام؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم، يعني الولاة، إذا استقام ولاة أمور المسلمين على نصرة الإسلام فإن الإسلام يبقى، وإذا تخاذل ولاة الأمور عن نصرة الإسلام فإن الإسلام يضمحل أو يزول في بعض النواحي، لا أنه يزول بالكلية، لأنه سيبقى إلى أن تقوم الساعة، لكن قد يزول في بعض النواحي أو بعض البلدان نتيجة لتفريط ولاة الأمور في هذا الأمر، فهذا مما يحذر ولاة أمور المسلمين وفقهم الله وأعانهم على ما حملوا أن يقوموا بنصرة هذا الدين، وأن لا يغفلوا عنه، وأن لا يتساهلوا في أمور الكفار تدخل إلى بلاد المسلمين وتختلط مع دين
الإسلام من ذلك الصمت في الحج. الحج في نفسه عبادة وهي من دين الإسلام، ولكن الصمت فيه هذه زيادة، هذه بدعة إضافية. هذا ما يسمى بالبدعة الإضافية. والبدعة على قسمين، إما بدعة أصلية وهي إحداث عبادة لم يأذن الله بها ولا رسوله، وإما أن تكون أن يكون العبادة أصلها مشروع لكن يزاد عليها شيء ما ليس منها، وهي البدعة الإضافية، مثل الصمت في الحج، أن هذه بدعة إضافية. فأبو بكر رضي الله عنه أنكر على هذه المرأة، فلما سألته ما بقى هذا الأمر، يعني هذا الدين متى يستمر، قال ما استقامت أئمتكم. معناه أن بقى هذا الدين مرهون بمحافظة أئمة الإسلام عليه من ولاة الأمور والعلماء، المحافظة عليه والدفاع عنه ونشر هذا الدين وبيانه للناس وإلزام المسلمين به، فإنه يبقى هذا الدين. أما إذا أهمل ونسي فإنه يزول عن بعض البلاد التي لم تتمسك به ولم يقم ولاة أمورها بنصرته. وولاة الأمور إذا أصلحهم الله أصلح بهم الجميع، أما إذا فسدوا ولاة الأمور فإن ضررهم يتعدى وفسادهم يتعدى إلى غيرهم، فهم عليهم مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أما أفراد الناس فليس لهم سلطة، ولو كان عندهم غيرة وعندهم، لكن ليس لهم سلطة. فالدين لا بد له من سلطة. وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فلا بد من حديد وكتاب، الكتاب يبين الحق والحديد يلزم بالحق، يلزم بالحق، وذلك بالجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف نهي عن المنكر. أما بقاء القرآن وبقاء السنة ولا يعمل بها ولا تنفذ فلا يغني ذلك شيئا. فأهل الكتاب هلكوا وعندهم التوراة والإنجيل، ولم ينفعهم ذلك شيئا لما لم يعملوا بهما في وقتهم، لما لم يعملوا بهما في وقتها قبل أن تنسخ. وكذلك القرآن إذا بقي في الرفوف ولم يعمل به فإنه بذلك لا ينتشر ولا يقام الإسلام على القرآن. فليس المراد بقاء الكتب، المراد بقاء العمل والتنفيذ. وهذا إنما يملكه ولاة الأمور والذين أعطاهم الله السلطة، مسؤوليتهم أعظم من مسؤولية غيرهم. ولكن على البقية أن يتعاونوا معهم وأن ينبهوهم وأن يدلوهم على الخير حتى يكونوا يداً واحدة.